بأكثر من 125 ألف طالب وطالبة يبدأ العام الدراسي الجديد في محافظة مأرب، أعداد كبيرة تشكل تحديا للسلطة المحلية التي تحاول حلحلة المشكلات لكنها تبدو عاجزة أمامها. هذا العجز دفع مكتب التربية إلى إعلان حزمة من الاحتياجات للمنظمات الدولية من أجل نجاح العام الدراسي. معنا أكثر من 270 معلم في الميدان لا يوجد لهم عقود حتى الآن، بالإضافة عندنا احتياج في الأثاث المدرسي، الكراسي وأثاث الإدارات المدرسية. عندنا احتياج أيضا في الكتاب المدرسي، نحن نطبع السنة لسنتين والمسترجع أحيانا لا يغطي ولا يلبي حاجة الطالب نتيجة للاستخدام والتقطيع، وبعضه لا يعود إلينا حتى نسترجعه بالشكل الصحيح. تتمثل الاحتياجات في بناء 8 مدارس جديدة وتوسيع 371 فصلا دراسيا وتوفير نحو 12132 مقعدا دراسيا مزدوجا. وعلى مستوى الكادر التعليمي، فيسعى مكتب التربية والتعليم إلى توفير عقود جديدة لنحو 1484 معلما ومعلمة. لانه يعني تشوف يعني طلاب، تشوف نازحين، تشوف يعني كثافه سكانيات جد 1300 طالب، يعني 1300 طالب في هذا الظروف في كنتيرات، ما حصلنا حتى الكنتيرات، ربع فصل بينه 110 105 115 وفي الظل هذا ظل يعني مزري. في المقابل تبدو الاستجابه لهذه الاحتياجات ضعيفه من قبل الجهات الدوليه والمانحه، ما قد يؤثر على سير العمليه التعليميه ومخرجاتها. كثافة الطلابية المهولة التي تواجه المدرسة تؤثر على العمل التعليمي. تأخر الكتاب المدرسي وتقاسم أو تشارك أكثر من طالب في الكتاب المدرسي تؤثر على مستوى التحصيل لدى المتعلمين. أيضا الهموم المعيشية التي يعيشها سواء المعلمين أو أولياء الأمور الطلاب تؤثر على مستوى التحصيل بالنسبة للمتعلمين. ووفقا لتقديرات السلطات المحلية، فإن الطلاب الملتحقين هذا العام تجاوز عددهم عن العام الماضي بنحو 50 ألف طالب، ما يضاعف من الاحتياجات التعليمية ويتطلب دعما حكوميا وتدخلات جادة من المنظمات لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة في مدينة باتت تضم أكبر عدد من النازحين إليها من عدة محافظات. خليل المليكي، قناة المهرية، مأرب.